أعوذ بالله سمعني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون مرحبا يسون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم هذا التخت تخت أو بوم، سميتها تخت دو بوم بلونش نيج. علاش؟ لأنها جات قاع حمراء. لا تخت هذه جات بنينه وخفيفه. دونك لهاد لا تخت نصحكو تفاح. بيان سور انا استعملت ثلاثه تفاحات. جي في 3 بوم دونك بور سيت تخت كي جي كوبي اون فيل نورمال، يعني قطعتهم رقاق مليح بهاد القطعه هذه. واللي ما عندوش القطاعه يقدر يستعمل الموس، ما كان حتى مشكل. هذه هي تساعدكم بزاف تقطعوها في مده قصيره. دونك استعملت pâte feuilletée, donc j'ai utilisé de pâte feuilletée, de la compote, du sucre roux pour saupoudrer, sucre bouni ou sucre adi li عندكم. استعملت la compote وخلطت فيها التفاح هذاك اللي بقى لي، زدت ميكسيتو وخلطته مع هذيك لا بوم وخرج لي حمر. هنا راني نوريكم الطريقه كيفاش تقطعوا التفاح. اذا عندكم قطعه هكذايا، حتى هذيك اللي تسكرفج فيها هذيك القطعه اللي تقطعها هكذا رقيق، ولا ما عندكمش ما كان حتى اشكال. دونك سي فو نافي با سيت كوب بور ليغوم، فو بوفي يوتيليزي جوست لو كوتو. دونك تقدروا تقطعوا غير بالسكين هكذا، تسيو تقطعوهم شرائح رقاق. على كل حال الحين نديروهم يغليو شويه مده دقيقه واحده باش يطراو. Donc on va les bouillir dans de l'eau une minute, voilà, juste pour donc je les ai mis dans de l'eau citronnée pour qu'elles ne noircissent pas. كيما راكم تشوفوا درت لهم شويه كولورون روز، هذا كولورون طبيعي ناتوريل مخدوم بالبيتراف. دونك جي مي اون بتيت بانسي دو كولورون ناتوريل، اللي في ا باز دو بيتراف، سي ان كولورون بيو كي سو تروف ماتنو دون لي ايبيسري سبيسياليزي بور لي غاتو. لا جو في باسي لا بات، جو في لا ديكوبي افيك سو سيركل اون فورم دو كور. هنا راح نقطع العجينه تاعي بهاد هذا يعني يقط سيركل بالشكل تاع القلب، واللي ما عندوش يقطع بالسكين. سي فو زافي با سو سيركل بوفي ديكوبي فوتغ بات على يد ان كوتو جوست دون فورم كو فولي، يعني الشكل اللي حبيتو. انا حبيت نديرها هكذا على شكل قلب. هاد الطارطة سهلة جدا ومكونات تاعها بسيطة. دونك سي اون طارت كي تري فاسيل ا رياليزي دون بو دو طون، اي سي زانغريديون سون تري سامبل. اون با بوكو دانغريديون، ما عندناش بزاف مكونات في هاد لا طارت. هادو لي شوت، دونك لي شوت كو جي اونلفي جو في لي فير دي روزاس افيك. دونك هادوك لي شوت تاع العجينه راح نستعمل بهم ورود باش نزين بها هاد الطارطه تاعي. هنا راني حليت هادوك العجينه اللي بقات، دونك لا جي يوتيليزي لا بات كي مي ريستي. لا جو ديكوب افيك ان بتي سيركل كوم سا. C'est une douille. Vous pouvez prendre un bout, un petit coupe rond comme ça pour faire des rosaces. Donc, on a redit ça d'ailleurs. On a chaque le ورود بهاد العجينه اللي بقات لي. Donc, je vais faire des petites fleurs avec cette pâte. Donc, je ressemble cinq petits cercles. Donc, on a ندير خمسة دوائر. يعني الورود سهله جدا، كاع تعرفوا ديروهم اكيد. هنا استعملت ستة، ولكن من الاحسن انكم تستعملوا خمسة. واللي تستعملت خمسة باش يجي الورود ما يجوش كبار بزاف، ما يجوش صغار. دونك دو بريفيرونس ديتيليزي 5 بيتال دو بات بور فير سي بتيت روزاس، هاد الورود الصغيره هذه.
هكذا. بعد نحطهم فوق هذيك العجينه هنا نزيد ندير معكم واحد اخرى. دونك جو في فير اون اوتر روز بيتيت روز. Elles sont pas roses, mais je les appelle des petites roses. Donc, je vais utiliser 5 petits cercles. Et il suffit juste de les tourner. À 4 doigts, on va faire comme avec chaque talwarda. C'est très simple à faire. Si vous voulez des roses plus grands que ça, vous pouvez faire plus de cercles. Il y a des habitudes pour d'acquérir. C'est un mot d'avoir dit de d'avoir un arnic met le lourd taille. On est hâte de faire quatre fois la gêne taille. Ben la traf ou un anin comme fait un des rafts la gêne. Donc là, je vais j'ai mis mes fleurs, je la pique et je vais la mettre au frigo. اين دميور دوك درتها في الثلاجه نص ساعه باش العجينه تشد روحها. انا راه شدت روحها مليح. هنا نحط لا كومبوت تاعي. كيما راكم تشوفوا لا كومبوت راهي حمراء لانه داك التفاح اللي بقى لي رحيتو وزدتو لهذيك لا كومبوت اللي كانت عندي. دونك جو لو ريست دو لا بوم روج كو جافي كوي دونك جو لي ميكسي جو لي ميلونجي افيك لوتر كومبوت دو بوم. اي لا جو في متر mes lamelles de pommes sur la compote. هنا راني نحط في هذوك الشرائح تاع التفاح فوق حتى لا كومبوت تاعي حتى نكملها كامل تتغطى كاع هذيك لا كومبوت. دونك jusqu'à ce que j'aurai fini de mettre mes lamelles de pommes. Et là au milieu j'ai mis une rosace à base de pétales de pommes. هنا صنعت وردة بهذوك الشرائح تاع التفاح. وهنا راح ندير عليها السكر لان الوصفه ما فيهاش سكر. دونك لا كومبوت الي با سوكري دونك الى بات باغي لا بات فيت الي با سوكري. العجينه ما فيهاش سكر لهذا درت عليها شويه سكر بني. دونك جي مي ان بو دو سوكر رو بور لو دوني لو كوتي كروسيونسي باش تجي مقرمشه شويه حتى على العجينه ديرو. دونك على العجينه على كامل. وهنا طيبتها في فرن سخنته من قبل على 180 درجه. دونك جي كوي ما تارت سور دون ان فور ريشوفي 180 دوغري بوندون اون دمي اور. دونك انا خدات لي نص ساعه في طياب. انا راح ندير لها ان اباج. دونك لا جي في لا ديكوري افيك ان اباج كو جي في موا ميم سي ان اباج في ميزون. دونك اباج هذا صنعته في البيت ببذور التفاح. دونك جي سو اباج لي في باز دو graines de pommes. Je vais essayer de faire enfin jauner, mais je vais essayer de faire une vidéo pour ce nappage. Là, donc un nappage ixtiyari, donc c'est facultatif. On peut la décorer aussi avec du sucre glace ou sucre glace qui brûle. Donc on peut la décorer avec du sucre glace une fois que la tarte elle est bien froide. Là, j'ai coupé un morceau pour vous montrer comment elle est ma tarte. Elle est très légère, la pâte elle est croustillante, j'ai très fifa ou la pâte j'ai croustillante, j'ai bnina. C'est mis de la tarte, je l'ai appelée tarte aux pommes de Blanche-Neige parce qu'elle est toute rouge comme sa pomme. هذه هي. نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. جيسبر كو سيت غوزيت وزا بلو. جو فو ديري ا تري بيانتو ان شاء الله والسلام عليكم.